السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل مدينة الزوارة الجميلة الرائعة بأناقة شبابها وشيابها أكثر من الحقيقة من المعتاد، دائما متعلقة مدينة الزوارة، وأنا اليوم راو ممنون جدا جدا ومبسوط لأن مدينة الزوارة ليست غريبة علي بصراحة، وأنا جايها أكثر مرة هناك ونعرف كثير من أهل الزوارة في طرابلس وفي غير طرابلس. بارك الله فيكم على هذا الاستقبال الرائع. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يقولون أهل الأمازيغ، أزول فلون. بداية لا يسعني إلا أن أعبر عن عظيم سروري وسعادتي وأنا بينكم في ربوع هذه المدينة المشرقة الجميلة. زوارة مدينة الثورة والشهداء، زوارة مدينة 17 فبراير، كما أتوجه بالتحية الخالصة لعمداء بلديات نهلوت، جادو، وازن، غدامس، الرحبات، يفرن، كهباو لمشاركتهم، أو القلعة طبعاً مشاركتهم هذا اللقاء الجيد. كنت أتمنى أن أزور كل هذه المدن وهذه البلديات، ولكن إذا كان مازال عندنا الحظ والقسم إن إحنا إن شاء الله حنزورهم بلدية بلدية ومدينة مدينة، لأن هم الحقيقة دائما البعاد لابد يكونوا قراب على القلب إن شاء الله. إن الأمازيغ في بلادنا العزيزة جزء لا يتجزأ من شعبنا، ولهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية واللغوية والمحافظة على هويتهم بما يحمي لهم خصوصياتهم ويحمي موروثهم، لننقل هذه الموروث وهذه الثقافة للأجيال القادمة لكل ليبيا. كما أن من حقهم المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق، كل الحقوق. وبناء عليه فإن من واجبنا أن نمهد الطريق لتعليم هذه اللغة الرائعة وتوفير كافة الوسائل والمناهج التي من شأنها المساعدة في ذلك، بحيث لابد أن تدرس هذه اللغة وهذه المادة في كل المدارس في ليبيا ويكون لها مكان بين المواد المقررة. نحن كليبيين نريد التعرف على لغتكم، ونريد التعرف على ثقافتكم، ونريد التعرف عليكم أكثر وأكثر. عليه لابد من إقرار هذه الثقافة التي تشمل الكثير من الليبيين أن يعرفوها ويتعرفوا عليها كليبيين. ومن هذا المنطلق سأصدر بعون الله تعليماتي لوزارتي التعليم العام والعالي بتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها هذه اللغة. من تدريب وطباعة للكتب وافتتاح أقسام جامعية تختص بهذه اللغة الأمازيغية وتعمل على الاهتمام بها خدمة لترسيخ المجتمع وتنوعه. إن تراثكم ملك لنا جميعا وليس لكم فقط، ويهمنا المحافظة عليه وحمايته ودعم كل البرامج التي تعمل على تطويره.
هذا التراث والمحافظة عليه من خلال إقامة المعارض والمنتديات وتشكيل الفرق واللجان التي ستعمل للمحافظة على هويتنا الليبية من خلال حماية التراث الليبي بما يكفل لنا الشخصية المستقلة من النواحي الاجتماعية والثقافية والاجتماعية. وبناء عليه فإننا ندعم وبكل قوة المراكز الثقافية الخاصة باللغة الأمازيغية، لأنها ستضع خطة لإظهار هذه الهوية الوطنية للأمازيغ التي نعتز بها جميعاً، ونتطلع إلى أن يعرف العالم تنوعنا ويحترمه. كما لا يفوتني في هذا اللقاء أن أؤكد بأن الأسماء الخاصة بكم ستظل جزء من مسمياتنا وتاريخنا، وسأصدر بعون الله سأصدر تعليماتنا لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل مواليدكم بأسمائكم الأمازيغية، طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية. كما أن الحكومة خصصت للأمازيغ قناة تلفزيونية، ونحن ملتزمون دائماً من أجل دعم هذا التنوع في المجتمع الليبي، لأنه ضمان لاستمرار وحدة المجتمع وتماسكه. إننا نؤمن أن التنمية حق لكل أهلنا في مدننا وكافة المدن، ولذلك سنستهدف كل المدن الأمازيغية وغير الأمازيغية بالبناء والتعمير وتوفير بنية تحتية وإنمائية قوية لكل المدن الجبل التي تعاني خصوصاً من نقص المياه، والتي لا تزال حتى وقتنا هذا من تحميل المياه بالطرق التقليدية وحتى زوارها حقيقة غير الصحية، حيث نسعى إلى مدها بالمياه وتحسين الشبكات الخاصة بها بما يكفل حياة كريمة لكل مواطني هذه المدن العزيزة. وأعدكم بعون الله سأتفقد كل مدن الجبل الأمازيغية وأقف على احتياجات أهلنا، وما تأخر الزيارة إلا لكثرة التزاماتنا الكثيرة. إن حقوق المواطن الليبي أمر مفروغ منه، ومن واجبنا أن نحمي تلك الحقوق بحيث يعيش كل واحد منا متمتعاً بالعدل والمساواة، وحاصلاً على كل ما من شأنه أن يجعل هذا المواطن راضياً وسعيداً في وطنه، يأتمن على أهله وثقافته ولغته ومستقبل أولاده. ولهذا كانت حكومة الوحدة الوطنية خير داعم لكل مواطن من مواطنيها، مهما كانت خلفيته أو لغته أو ثقافته. إخوتي الأعزاء، إن أبشع الممارسات التي يتعرض لها الإنسان أن يتعرض لطمس هويته ويرغم على تبني هوية أخرى أو يستهان بثقافته. قوة مجتمعنا، هذا المجتمع الرائع المتنوع، تكمن في تنوعه. لذلك كنت حريصاً من اليوم الأول لاستلام مهامي أن يكون فريقي وشركائي السياسيين متمثلاً من جميع الليبيين من تبو وطوارق وأمازيغ، وما تعرض له التبو والأمازيغ والطوارق من استبعاد في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور هو دليل إن الإقصاء والعزل هي مفاهيم للأسف يبدو أنها تجدرت في الحياة السياسية الليبية. عزل قطاعات مهمة من المجتمع الليبي وعدم الاعتراف بتنوعهم وامتلاكهم لثقافة أخرى مختلفة عن المحيط هو محاولات العزل السياسي الحقيقي والثقافي، وحرمانهم من المشاركة
في كتابة هذا الدستور الذي يهم الليبيين كاملاً من شرقاً وغرباً وجنوباً. إن مجتمعنا، إن شعبنا العظيم بكل مكوناته مر بعقود من عدم الاستقرار المؤسسي الذي ساهم في كل ما تعانيه اليوم من فوضى. اليوم المواطنين أحرار في تأييدهم السياسي لأي طرف، ولكن هم أيضاً يدركون أن البلاد تتقاسمها مشاريع الحرب وكذلك الاستبداد. وبكل تأكيد نرفض الحرب ونرفض الفوضى أبداً، لن تكون في فوضى بعون الله في ليبيا مجدداً إن شاء الله. أصبحنا اليوم نعي، هذا الشعب أصبح لديه وعي، وعي يجنبه مشاريع الفشل أو مشاريع حكم الفرد. الليبيين اليوم يستطيعون بناء مستقبل خالي من أعباء الماضي، ولا يمكن للأحقاد أن تبني وطناً أبداً، ولا الانتقام أن يؤسس عدالة، ولن يقبل الأبناء والأمهات أن يتحول أولادهم إلى وقود حرب يمهد لعودة الاستبداد والدكتاتورية. الشعب الليبي اليوم يدرك أن الطبقة السياسية التي سببت في الشقاء لهذا لهم لا تريد لهم الخير، وتريد أن يستمر تفكك المجتمع لأسباب سياسية. هل يعقل أن الجار يحارب جاره بسبب سياسة أو تمكين شخص أو قبيلة أو مشروع من الحكم؟ لذلك أنتم اليوم أمام فرصة تاريخية لمواجهة استغلالكم، أبداً لن يستغلوكم بعد اليوم، وأمامكم فرصة لفتح أفق جديدة لمستقبله لا تعطله أحقاد وفشل في الماضي. اليوم ونحن ندخل على انتخابات لا دستور فيها يعزز نتائجها ويفرضها هذا الدستور، نستذكر ما تعرض له أخوتنا الأمازيغ وتبوى طوارق من عزل سياسي لممثليهم الذين كانت لهم مطالب محددة بخصوص هويتهم وحقوق أهلهم، ولن يتم حتى توسيع الحوار أو التوسع في الحوار معهم. العزل السياسي والاستبعاد من المشاركة في بناء هذا المجتمع والدولة لا يطال فقط الأشخاص، بل يستهدف مكونات المجتمع. ولذلك فإنني أدرك خطورة تآمر الطبقات السياسية المحددة التي تريد أن تتحكم في كل شيء، من ثروات للليبيين في سيادتهم في عقولهم وأفكارهم. نحن كلنا نريد دولة القانون، الدولة التي يكون فيها القانون مصدراً لاستقرارها وليس مصدر للتوتر والحروب. أن يتحول القانون إلى أداة الاستغلال السياسي فهو أمر خطير وخطير جدا. الانتخابات القادمة على سبيل المثال تم تفصيله سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيين من حق تقرير مصيرهم بسبب هؤلاء الناس. فالتضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم في مستقبل أفضل ومريح الذي لا يضمن مصالح الليبيين، بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية في أن تستمر معاناة الليبيين. القضاء الليبي نزيه، ولن بعون الله لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني في أصول التشريع. فمن أصول التشريع إنه شمولي، لا أن يصدر تشريع انتقائي يتنافى مع مبادئ الحرية التي كفلها الإعلان الدستوري والدستور المستقبلي إن شاء الله. القضاء بعون الله سيكون في موعده التاريخي، ومفوضية الانتخاب حتماً لن تكون طرفاً سياسياً وستحترم القضاء. فأي عرقلة لمسار تصحيح المسار
نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا كلنا الكثير والكثير. هذه التعريزة. وأخيراً، نحن شعب يجمعنا الدين والعرف والعادات المشتركة، وعلينا أن نسعى إلى تطوير بلادنا. ما عندناش وقت له بصراحة، باش بنضيعوه في مهاترات ومخالفات في سبيل أشخاص معينين أو جهات معينة أو دول معينة. ما عادش عندنا وقت، لابد من بناء هذه الدولة، الدولة الطموحة الغنية، الغنية ببشرها وبأولادها وبشبابها، والغنية بخيراتها اللي حباها الله سبحانه وتعالى. لابد علينا أن نسعى إلى تطوير بلادنا والمشاركة في بنائها وإعادة الحياة إلى كل مدينة من مدنها الجميلة. وإن حكومتنا وحكومتكم تسعى إلى خدمتكم وخدمتكم فقط وليس غير ذلك، حيثما كنتم وأينما حللتم. أنتم من تصنعون مصير هذه البلد، لا يمكن صناعته من خارج الحدود، وأنتم من تقررون ماذا تريدون، وأنتم من تقررون وتوقفوا العبث اللي بيصير في بلادنا. كفانا سنوات وسنوات، عشرات السنوات، ونحن نضيع الفرصة تلو الأخرى. حقيقة لا يمكن أن نسمح، لا يمكن أن نسمح لهم من جديد أن يعبثوا بمصير هذا الشعب. وهذه حقيقة. لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي والمجتمع، رأيكم هو أولاً وأخيراً، وأنتم من تقررون، أنتم من تقررون مصير هذه البلد. ولابد أن نتحد شرقاً وغرباً، شعباً لابد من الوحدة، وحدة الرأي، وحدة الصف، وحدة الدفاع، كما توحدنا في الدفاع على هذه الأرض الطيبة الحقيقة اللي بنربوا فيها أولادنا. لابد أن نتحد مرة ثانية لوقف هؤلاء المشردمين الذين يريدون تفكيك البلاد ومن يريدون الحرب مرة ثانية. كفانا، كفانا حرباً، كفانا دماراً، ولكن لا يمكن أن نخضع لهم ونخضع لمخططاتهم من زاوية أخرى أبداً. أنا الحقيقة سعيد بوجودي والتقائي بكم في هذه المدينة. بعون الله ممكن إذا كان حانت الفرص لالوت لابد أن يزورها. الحقيقة هذه في أحد مخططاتي وبعض المدن الأخرى. دائماً نحن معكم كحكومة وأشخاص ومدن، ونحن مع بعض. دمتم بخير وسلام، ودام هذا الوطن عزيزاً معافى بوجودكم. تنميرات فلاون.